صبر الرجال وهمة الأبطال صنع دروب العز للأجيال. صبر الرجال وهمة الأبطال صنع دروب العز للأجيال. قم يا قصيدي للكرام مقدما تيجان مادح رص عذب لآلي. قم يا قصيدي للكرام مقدما تيجان مادح رص عذب لآلي. تيجان مادح رص عذب لآلي. واكتب على صحف الإباء قصيدة خطت بحبر المدمع السيالي. يا أيها السادات في زمن العبوديات للأنذال والأوغالي. رمز حمية دينية أهل المقام العالي. لم ينقموا منكم سوى إيمانكم إن المهند صانع الآمال. صبر الرجال وهمة الأبطال صنع دروب العز للأجيال. صبر الرجال وهمة الأبطال صنع دروب العز للأجيال. قم يا قصيدي للكرام مقدما تيجان مادح رص عذب لآلي. قم يا قصيدي للكرام مقدما تيجان مادح رص عذب لآلي. تيجان مادح رص عذب لآلي. خذن الأباة على الطغاة زئيره قد فاق صولة ضيغ من ربآلي. لولا قوانين الصوارم في الورى لم يبتني الأحرار صرح معالي. لولا قوانين الصوارم لم تقم في أرض يثرب دولة الأبطال. لولا قوانين الصوارم لم تكن بدر منار هداية الأجيال. بدر منار هداية الأجيال. وهمة الأبطال صنع دروب العز للأجيال. صبر الرجال وهمة الأبطال صنع دروب العز للأجيال. قم يا قصيدي للكرام مقدما تيجان مادح رص عذب لآلي. قم يا قصيدي للكرام مقدما تيجان مادح رص عذب لآلي. تيجان مادح رص عذب لآلي. لحاله ويرحم برحمته وأدم عليه وكان رجلا شجاعا آمن بأفكار ودافع عليها وما باع وما شرى. ونسأل الله عز وجل للشباب أيضا ما بيع ويشريوش في حقوقهم وأفكارهم وعقائدهم. كل واحد يدافع على فكره وعلى هذه أرض حررها جميع الشعب الجزائري لابد نعيش فيها أحرار. واحد ما يستعبدنا واحد ما يذلنا. يعني الآراء اللي تمشي في البلاد وتشوف هذه الجبال تشم الهواء تحس بالحرية. الحمد لله. تحس بالنوعية هذه النوعية هي اللي في الإنسان العزة والكرامة الحقيقية. مش العزة والكرامة اللي تحدثوا عليها البارح اللي شفناهم احنا. عاش حال من سنة أكثر من 40 سنة ولا واحد فيهم قال كلمة. أنا كنت متصور البارح. أنا كنت عندهم البارح في الشرطة قوا علي القبض. يعني في الحقيقة النظام هذا السياسي وجده كان ينجم يتخذ موقف قائد إكراما لآية أحمد إكراما له ولروحه. كل المعارضين في الخارج يدخلوا للبلاد وعندهم حق في السياسة وعندهم حق يديروا قنوات وعندهم حق في الحرية. هذا هو العمل الحقيقي. يدخلوا قال هذا الرجل انتم قلتوا هذا هو الرجل وركيزة ودرتوا من عفل الصين. ما شاء الله أعطونا عمل أعطونا حاجة جيروا تحول في تاريخ البلاد بأكملها. قال البارح الرئاسة ولا لا انقررنا بعد ما توفى أي تحمد إكراما له إكراما لجهاده وإكراما لماضيه ولثباته. نحن الآن سنفتح البلاد كل المعارضين من جميع الاتجاهات يدخلوا البلاد ويديروا أحزابهم ويتكلموا بما يعتقدون ويديروا قنوات. هذا هو العمل. لحد الآن ما سمعنا والو. إن شاء الله ربي يهديهم إن شاء الله. نعم إحنا هذا هو الشيء اللي لازم إحنا نسعى إليه. سلام عليكم. الله ولي الواحدون فتشكرون تحتسبون. ربي إن شاء الله يرحمه ويرحمه إن شاء الله كل العائلة إن شاء الله يعطيهم الصبر والسلوان إن شاء الله وهو يرحمه ويرحمه إن شاء الله. هذا هو اللي نقوله إن شاء الله. على كل حال
احنا احنا نعرف الرجال ونعرف قيمتهم وبالتالي النظام هذا لازم نعرفه باللي احنا ما زلنا ما تحررناش ناكلوا صح نشربوا عندنا سيارات نروحوا لازم نكون فيها رجعين باش تسقموها ارحم والديك هذا مواطنين جزائريين من حقهم يديروا لهم الارض ويديروا لهم كذا ويديروا لهم كذا مش حتى يموت شخصيه سياسيه مرموقه واللي ما عندوش في القريه تاعو شخصيه سياسيه يموت هذا والحي اي ما مش مقبول هذا مش مقبول تجي الوقت يجي الوقت ان شاء الله علاش نقول علاش علاش لان هذا الناس ما عرفوش قيمه الرجال انا نختلف معاك ما نحرمكش حقك هذا البارح يقول لك احنا اختلفنا مع احمد واختار رحمه الله واختلفنا مش اختلفتوا انتم صفيتوا اللي اختلفتوا معاه صفيتوه مش خلاف الخلاف قادر ان ندافع على فكري وانت تدافع على فكري بصح ايوا بصح لما تقول لي انا نجيب الان قائمه تاع الثوار تاع الجزائر كلهم كيف تراه بعد ما يموتوا ندير لهم جنازه علاه هذا الشيء علاه هذا الشيء هذا حرام لا يجوز شرعا ولا يجوز اخلاقا ولا يجوز حتى انسانيه ما ديروا هو دافع باش البلاد تكون حره صح ولا لا وحنا نعيشوا احرار واش صرنا احنا من هذاك من الاستقلال الى يومها الى يومنا هذا حاو احنا ولاد شهداء واش دينا ولاد شهداء ضربوا ونهانوا وتعذبوا وتسجنوا وتغبنوا اليوم انا احنا اللي شوف البارح البارح يلقوا علينا القبر ما تحررناش واليوم هربنا لهم ربنا لهم بدنا لهم سيارة باش ما يسولناش احنا على كل حال انا جيت باش نقول الله يرحمه برحمته ونسأل الله تبارك وتعالى له الرحمة وهو غرس افكار وما باع ما شرى في القضية نتاعو والحمد لله رب العالمين وفضل يرجع لله عز وجل هذا السيد اللي تهموه وهو في حياته وشردوه وما خلاوهش يدخل البلاد في الحرية نتاعو او جاء معززا ومكرما وصاب جيل ما زال ما يعرفوش جيل معاه ووقفوا معاه وهذا فضل من الله تبارك وتعالى الناس اللي جاهدوا فرنسا وحاربوا فرنسا وخرجوا فرنسا ربي هذا الجميل ما ينسالهمش الى يوم الى يوم الدين هذا فضل من الله عز وجل والحمد لله رب العالمين نسال الله عز وجل اولاده واحفاده والجيل الجزائري كله يكون ثابت ويدافع على الحق نتاعه حقه داخله ما عطيه لكش الشيء هذا اللي مدونا الحق انا قلت كلمه معروفه وحده اذا كانت الدوله راهي صادقه مع اي احمد رحمه الله ومع جميع الثوار لازم تدير بيان وتعلن فيه موقف سياسي موقف سياسي كل المعارضين اللي عارضوا النظام من الاستقلال يدخلوا البلاد أحرار يحبوا يديروا أحزاب يديروا أحزاب يديروا قنوات يديروا قنوات الأفكار أفكار هذا عنده فكر هذا عنده رأي خلي الشعب هو اللي يختار الكلمة ترجع للشعب هذا دافعوا باش الشعب يكون حر باش الشعب يقمع كان يدفع على الشعار هذا ما كان هو يعني أنا كنت مع علي يحيى عبد النور رحمه الله معاه وكانوا معايا جماعة على فاس وكانوا معايا على رسيدي الله لا 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 كلهم كنا في حبس واحد كنا لأن هذا كل احنا كنا في حبس واحد وجميع الاتجاهات وبلدوا ضربوا هذا ضربوا الإسلاميين وضربوا اللائكيين وضربوا العلمانيين وضربوا الديمقراطيين وضربوا كل واحد يعارضهم يمسح مش يمسح فقط فلان ما عندهمش ماشي قضية وكان نقول واحد معارضة واحدة قال معليش هادو كل المعارضات أعطيني معارضة ما قل يا قصيدي للكرام مقدما تيجان مادح رصعات بلهالي قم يا قصيدي للكرام مقدما تيجان مادح رصعات بلهالي تيجان مادح رصعات بلهالي